بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن تصميم خارق للنحلة. يقول الباحث الألماني فولغانغ، على الرغم من صغر حجم دماغ النحلة إلا أنها ترى العالم من زوايا عديدة وتستطيع استكشافها بشكل مدهش. فالنحلة تستطيع باستراتيجيات بسيطة ودماغ ضئيل حل مسائل ببساطة غير متوقعة. ويقف العلماء بالفعل عاجزين أمام هذا التصميم الإلهي البديع لهذا المخلوق المذهل. ولكن القرآن يحدثنا عن سر من أسرار النحل، وهو أن الله تعالى هو الذي أوحى لهذه النحلة عملها. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. سورة النحل آية 68. صراحة ما نقول له سبحان الله والله أعلم.